wouldn't Ella boil down to؟ المسألة إلا مشيتي للعمق هي عندها علاقة بديك الرومانسية وداك الحب اللي عندنا للإسلام. نشأنا في مجتمعات أنا كنشوف والدينا عزيز عليهم هذاك الدين، وكتبنا واحد ثقافة، وكتبنا واحد السلوك، وأن الطفل داك الشي اللي كيعطيه والديه خصو يتبعو، حيت هذيك هي السلطة اللي عند الطفل، وهو منهم كيتعلم كل شيء من الآباء الأم والأب ديالو وأفراد المجتمع وكل شيء. دابا هذا ولات عندنا علاقة حب، بحال كيف ما الأم كتبغي ولدها المسلم كيبغي الإسلام بنفس الطريقة، حيث والديه كيبغيو الإسلام، إذن أوتوماتيك موتا هو كيبغي الإسلام كيموت عليه. ولكن تجعل هذا الشيء هو ما يسمى بعقيدة الولاء والبراء. الطفل بالنسبة لأمه ولا الطفلة بالنسبة لأمه كتقول لك بأن الحب انكونديسيونيل، داكشي علاش تنقولو فلسطين ظالمة أو مظلومة. وخا يكون الإسلام فيه شي حاجة نيجاتيف تنقولو نو، الإسلام زوين، الإسلام الشعار ديالو هو السيف. تقول لشي واحد الإسلام دين ديال العنف، غادي يقول لك لا ماشي دين ديال، هو راه الشعار ديال الإسلام هو السيف. داكشي علاش السعودية تبنات السيف في العالم الوطني ديالها. إذن هنا أشنا هو المشكل؟ هو الولاء والبراء. فاش كتقول الله أكبر فأنت أوتوماتيك مو كتقصي كاع الناس الأخرين. فاش كتقول الله أكبر يعني أن الدين الإسلام دين حسن من الديانات الأخرين، ودين قاهر فوق الديانات الأخرين. وهذا هو المشكل اللي دار الإسلام. الإسلام جاء وقال لهم أنا بوحدي عندي الحق، أنتم ما خصكمش تكونوا. أوكي، إذن عقيدة الولاء والبراء ماشي شي حاجة كتقراها، وفاش كتقراها كتطبقها. عقيدة الولاء والبراء هو ناتج على الفكر الإسلامي. داكشي علاش قلت انا فاش الوالده ديالي عاقت بيا ما بقيتش كنامن، قالت لي غير ما تمشيش للمسيحيه وصافي، امن ولا ما تامنش كون كافر احسن ما تكون مسيحي. انا الوالده ديالي ما قارياش، ولكن نين جا انا متاكد بان ما قرات عقيده الولاء والبراء، انا متاكد بان ما قرات الناسخ والمنسوخ. ولكن هذا واحد شعور كنت بنوه حيت والدينا تبنوه عنده واحد العلاقة رومانسية مع الدين. احنا كنبغيو الدين، علاش؟ حيت كان مفروض علينا نبغيو داكشي اللي بغاو والدينا والمجتمع، ونكرهو داكشي اللي بغا اللي كيكرهو والدينا والمجتمع. وهذه هي، هذا هو المشكل في هذه عقيدة الولاء والبراء. ماشي شي حاجة كنديروها في أي حاجة، هذه كتسمى البايس، أنك تعود أش تقولوا لها انحيازي. ولكن بهالطريقة ديال الإسلام أنا كنظن المسألة كلها عندها علاقة بسيكولوجيا، بسيكولوجيا ديال واحد الإنسان قريشي كيعيش في الصحراء، إنسان كيكون خلوي، أصلا هو إنسان مجرم. إذن هاد الشخصية اللي كانت بناو دابا إلا رجعتي للجذور ديالها غتلقى في لا ماجوريتي ديالها عندها علاقة بهذيك الشخصية اللي كنحاولوا ما أمكن
نتبناوها في حياتنا وكنحاولوا ما أمكن نقلدوا هذه الشخصية اللي هي شخصية الإنسان القريشي في شخصية محمد، أن حياتنا كلها كنحاولوا أش قال محمد. أي حاجة كنبغيو نديروها كنبغيو نشوفوا هذاك الإنسان القريشي كيفاش كان كيديرها، أشنا هو الأوبينيون ديالو عليها، أشنا هي. وهذا هو علاش يعني الدين إقصائي لواحد المستوى كبير. هذا هو الإسلام، دين إقصائي، ماشي بالضرورة خص نقراه. إن فوا كتشوف هذا السيف إذا راك إقصائي أوتوماتيكمون. اوكي، فاش كتهز السيف فاش كيعني السيف؟ السيف كيعني انا مشغوليش فيك نتايا، ما كيهمنيش فاش كتفكر ولا البيئه اللي كبرتي فيها ولا المستوى الانسانيه ديالك ولا واش انت ظالم او لا. نو، من فوق كتهز السيف يعني ان كل وسائل اخرى ما بقاتش فوق الطاوله، كل شيء تحيد ولا السيف. إذن طبيعة الحال الدين، دين في حد ذاته دين إقصائي، دين عنصري، دين نفوري، يعني ماشي ديال التعايش. فاش كتبغي التعايش ما كتهزش السيف. إمتى كتهز السيف؟ إلا بغيتي دير العكس ديال التعايش. وفاش كتهز السيف؟ هاد الشيء فاش كنقراو هاد الشيء على الدين دابا وقال لك كل شيء كيغوت الدين والدين والدين، ولكن ما عمرو كيضرني راسي فاش كنشوف مثلا العوازة ديال الميريكان دخلوا الإسلام، بحال هذاك ديفيد سميتو ديفيد تشابيل، داك الكوميديان مايك تايسون تاهو قال لك دخل الإسلام، آيس كيوب هو قال لك دخل الإسلام. ولكن كاين واحد المغني، كاين واحد المغني مشهور هذاك الا تعرف، هذاك يوسف كات ستيفنز، هذاك ولا يوسف إسلام. يوسف إسلام شفتو دا واحد الخطاب في هذا الشيء اللي وقع شراف وداك الشيء. هذوك ناس خداو الحوايج اللي فيهم السلم في الإسلام وإما عطاو انتربريتاسيون لذاك المنطق القوة في الإسلام والسيف وديك الإقصاء والعنصرية ودك الحروب لدى الإسلام، وكيتبعوا واحد كيشوفوا غير لو كوتي بوزيتيف. فاش كنقرا مثلا في إفريقيا وكنشوف أن الإسلام هو اللي دا حالة في السليفري في العبودية في إفريقيا، وكنشوف أفارقة عوازة كيتبناو، أفارقة إفريقيين كيتبناو الدين الإسلامي وكيعرفوا بأن الدين الإسلامي هو اللي جا استعبدهم. أنا كنقول أو كيفاش هاد الناس هادو علاش مسلمين؟ طبيعة الحال مسلمين حيت كيسمعوا بزاف الحوايج زوينين على الإسلام، ما كيبحثوش في الحوايج في الحقيقة ديال الإسلام. ماشي مشكل بيدوفيليا مثلا، بيدوفيليا حتى 1996 عاد ولات قانون في العالم كامل، ولات جريمة. كنهضروا على العبودية، علاش هاد الناس هادو ما قراوش يعرفوا بان راه ما يمكنش واحد الاله يجي يستعبد الانسان؟ يقدر يدير بزاف ديال الحوايج ولكن يجي يستعبد الانسان ما كيتقبلهاش الدماغ. علاش؟ حيت ربما التلقين كان وان سايد، يعني فاش كيقريونا ما كيقريناش الاسلام كامل، كيقريونا غير الإسلام الزوين، والإسلام اللي خيب كيعطيوه تبريرات وكيديروا ليه تأويلات. أنا ما كنعتقدش شي واحد غادي يدخل الإسلام في العالم،
إن فوقي تطرح مثلا المشكل ديال العبودية، ما كنظنش حتى شي واحد في هذا العالم، قاعد الناس اللي كاينين في العالم كيدخلوا تلوح لهم مسألة ديال العبودية، ولكن تعطيها واحد تحليل طويل، يعني تكتب عليها كتاب اشنا هي العبودية، اش كتعني العبودية، كيفاش العلاقة ديال الاله مع العبودية، كيفاش واحد الاله يستعبد الناس، علاش غادي تنجح الرسالة ديالو الى فيها العبودية، نورمالمون الى فيها العبودية الرسالة ديالو ما خصهاش تنجح، حيت مسألة غير انسانية. يعني تبحث في هذا الموضوع وتعمق فيه، انا غادي يقول لك اي واحد كان مسلم غادي يقول لك انا ماشي الاسلام ماشي ديني، الا كنتي كتقلب على واحد الدين اللي جا من عند الخالق فهذا الاسلام ماشي واحد منهم، ولكن الا بغيتي شي دين تبناه انه من صنع الانسان وما عليهش تكون في العبودية فالإسلام دين زوين إلا بغيت تبعه، ولكن ما تتبعوش على أساس أن الخالق هو اللي جاب هاد الدين، حيت ما يمكنش، ماشي حيت العبودية خيبة بالضبط، هي العبودية خيبة، ولكن ماشي طريقة زوينة باش تبيع الإيديولوجية ديالك. أوكي، بغيتي تبيع واحد الإيديولوجية خص هذيك الإيديولوجية تعجب هذاك الإنسان اللي غادي كونسوميها. الا قلتي لواحد الانسان كاين العبوديه في الاسلام، هذاك الانسان اللي غادي كونسوميها غيقول لك لا انا انسان وما بغيتش نستعبد. وهناك رجعنا بان هذا الدين هذا نزل على شي ناس اللي عاجبهم يستعبدوا الناس، يعني ان محمد والخطاب ديال محمد هو مرآة للهوى، مرآة داكشي اللي بغاو الناس ديال قريش. وفعلا فاش كتشوف فيه الغزو وفيه السبي فكتعرف بأن ديك لا بوبولاسيون هداكشي كان كيخدم المصلحة ديالهم وعاجبهم داكشي، علاش انكلود في الايديولوجية، حيت الناس إلا سمعوا عندك الحق تمشي تغزيه بأن الغزو هو الجهاد، والجهاد أنه شي حاجة زوينة يديرها الإنسان. إذن أنا كتعرف بأن هذوك الناس اللي عاشوا تما هو اللي جاهم هذا الدين هذا، ربما يقدر يجي الإنسانية كاملة وتعجبها، ولكن ما كنظنش مثلا إلا مشيتي المجتمع حضاري وبديتي كتعطيهم هذاك الناس عندهم آلهة بزاف كيف ما وقعنيت في مكة، وبديتي كتقول لهم الإسلام ديالي بوحده هو اللي غادي ينجح، بطبيعة الحال إلا ديتي لأي بلاصة أخرى الناس ما غاديش يقبلوه، ولكن كيتناغم مع البيئة اللي جا فيها. هادوك الناس النمط ديال العيش ديالهم هو الغزو والسرقة والسطو والنهب. إذا إلا بغيتي بانت لك شي قبيلة بحالك قلتي أوكي هادو غادي ندخل غنقول لهم أنا نبي الله، أش غادي نكتب في الإيديولوجية ديالي؟ غادي نمشي عندهم وغادي نشوف أش كيعجبهم، كيعجبكم العبودية سيدي أوكي أنا نبي الله غنجيب لكم العبودية، علاش غادي نجيبها؟ باش أنتم تقبلوا هذا الدين. وهذا هو الواقع اللي وقع في الدين، لحقاش هذاك الدين إلا ديتي لشي بلاصة أخرى ما غاديش يكون مقبول، غادي يقول لك لا ما بغيناش. حتى في مكة، مكة كان فيها أكثر من 20، حدا مكة أكثر من 20 إله، كلها كيهلل كلها كيلغي بالغاه، وجاء محمد قال لهم بأن كل شخص يحيد وغتبقى غير مكة بوحدها، ولكن يمتى مشى لمكة؟ تاخج المدينة ودال الجيوش ديالو وتجمعوا قاع الشماكرية ديال الأوس والخزرج وبني بنو قنيقاع وديك الروينة كاملة ديال الشماكرية اللي كيدوروا، تجمعوا كلهم تحت راية الإسلام، فما غنمتم فلله ورسوله الخمس.
هنايا فاش تفرقع الإسلام، وفاش كان في مكة في الأول ما كانش كيقول لهم الإسلام هو الدين الواحد الصحيح، كان كيقول لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوية دا الجيوش ديالو ولات كيفاش تيقول شوكته ولا شي لعبة بحال هكا، ورجع قال لهم دابا الإسلام هذا هو التوحيد، غادي تبقى غير مكة بوحدها، كل شي غادي يحيد. هذا الشيء ما يمكنش يدار بلا سيف، ما يمكنش تجي عند شي ناس اللي ربما ولاد ولادهم ولاد ولاد ولادهم عاشوا بهذيك الدين هذاك، وتجي تقول لهم حيدوا كل شيء وتجيهم طبيعية. اوكي، الناس ما كيبنيوش الآلهة، ما كيتبنوش آلهة باش يعبدوا واحد الإله، الناس كيتبنوا الآلهة كتجارة، بحال هادشي اللي دايرة السعودية تجارة، نفس الشيء اللي كانوا كيديروا السواعدة فاش كانت الأرض قاحلة وفيها غير مكة، فيها غير الكعبة، نفس الشيء كنديروه دابا، غير بدلنا الباكجين، غير بدلنا الغلاف ديال إما الكنه ديال الدين، هو هذاك التجارة كتمشي، الناس كيتجمعوا تما كلها كيبيع، والناس كيديروا الماركتين، كل إله تيقول لهم أنا الإله ديالي هو اللي عنده الصح، أنا هو الإله ديالي هو اللي واعر. داكشي اللي وقع لماركو بولو، وهذا هو الفكرة ديال الدين. داك علاش باش كتمشي للعالم ديال السعودية كتلقى فيه سيف، علاش كتلقى فيه سيف؟ فاش كدير واحد العالم كتبغي تعبر على واحد الحاجة مهمة عندك في المجتمع ديالك. السعودية اختارت تحط السيف، لبنان حطت شجرة ديال الأوز ولا ما عرف سميته، السعودية حطت سيف، واش حطت سيف باغ كوانسيدونس؟ حطت سيف نو، حيت السيف كيعبر على الإسلام. إذن هنا كليرومو كتبان لنا بأن واحد الإله صيفطنا واحد النبي وجيب السيف، جئتكم بالذبح وعلى رزقي تحت ظل رمحي. هادشي كامل كيدل على أنه دين كيتماشى كيتناغم مع الأهواء ونمط العيش والطبيعة والشخصية ديال الناس اللي في قريش. شي علاش لقينا معاه مشكل في العالم، خالقين مشاكل كبيرة في العالم. هاد لو دوغري ديال منطق القوة اللي كاين في الإسلام كبير لدرجات العالم كله كيحس به، كلهم كيشوفوا فينا. فاش كتقول الله أكبر الله أكبر، هادي خصها تحلل هاد الجملة هادي جوج كلمات، الله أكبر أش كتعني الله أكبر؟ أكبر من؟ وإلا كان أكبر أش كتعني؟ استهز علي السيف. العالم كله كيحس بينا بأن احنا ناس في مكان الإسلام كيكون صداع، وكيكون واحد صداع اللي ما عندوش حل. هادشي اللي كيوقع في العالم، شفنا العراق، سوريا، ايران، افغانستان، حتى الباكستان منوض الصداع. الى دخلتي للدول ديال اسيا، اندونيسيا ودوك الدول وماليزيا، وتلقى الوسطى وما عندهم مشاكل، ربما خدت لهم وقت كبير باش يدجنوا الدين الاسلامي، ولكن الدين الإسلامي خصوصا في الدول العربية باقي ما تدجنش. ربما كاين 600 سنة ما بين المسيحية، ما نحكموش على الإسلام خص يكون بحال المسيحية، حيت بين المسيحية والإسلام 600 سنة. يعني احنا كنفهموا بأن الإسلام خصهم تعطيه واحد الوقت باش يخرج من ديك الهمجية ديالو،
خصنا نعطيه ربما واحد 100 200 عام باش الله يرجع الإنسان للإنسانية ديالو ويتخلى شوية على المبادئ ديال الدين. أنا كنفهمو بأن ما يمكنش أن نحكمو على المسيحية على الإسلام بمعايير مسيحية، غير كنحاولو نشرحو السيتياسيون. الإسلام دين ديال العنف، دين مبني على العنف ومبني على العنف كونكري، ما كيطلبش منك هو نقاش أو لا مناظرة، ما كيطلب منك والو. علاش؟ حيت هز عليك السيف. أشنو هو واحد الإنسان هز عليك السيف؟ كتعني ما كيهمنيش أنا شكون هو أنت، ولا تشرح لي الاعتقاد ديالك، ولا تحلل لي شي حاجة في الاعتقاد ديالك. اللي كيهمني هو أنا خصني نربح، يعني المنطق ديالك ما كيهمنيش، الإنسانية اللي فيك ما كتهمنيش. وهذا هو المشكل اللي كتعاني منه الإنسانية، أنه مستوى العداوة والبغضاء والإقصاء والعنصرية اللي كاينة في الدين شي حاجة كبيرة بزاف، ماشي شي حاجة اللي كتقبلها الإنسانية. وفعلا فاش كنرجعوا البيئة كنلقاو البيئة هي اللي صنعت هاد الدين بهاد الطريقة هادي. اوكي، ولي كيقول بان الدين كيختلف على بحالو بحال المسيحيه، انا فكنظن بان الغزو شي حاجه ما كايناش في المسيحيه. اوكي، حسب ما قرينا في التاريخ المسيح ما عمره مشى غزا. عندنا واحد النبي اللي ما عمره غزا واحد، غزا شي شعب، ولكن كيصيفطنا. وهذا النبي هذا صيفطوا واحد الإله اللي كيقولوا لنا هو اللي صيفطنا المسيحية، هو اللي صيفطنا الإسلام، هو صيفطنا اليهودية. إلا غادي يكون هو اللي مصيفط هاد الأنبياء، إذا خص يكون شي حوايج لي كوما عند الأنبياء. ولكن فاش كنشوفوا الطريقة باش جا الإسلام كنلقاها توتالمون معاكسة للمبادئ اللي جات بها المسيحية. فاش كتشوف هذا التناقض هذا كتقول اوكي، ما يمكنش تكون عندهم لا ميم سورس. فاش كتجي تقلب علاش ما كايناش لا ميم سورس، فاش كنسولهم علاش كاين هذا التناقض تيقول لك الاسلام جاهم بالسلم وما بغاوش يامنوا، كان كيجي بالسلم وما بغاوش يامنوا، وفي الاخر هو يدير سيدي باش يجي بالعنف، باش يجي بالسيف. علاش؟ حيت كانوا كل وقت ما صيفط لهم شي نبي كيكذبوه. وهادشي فاش كتحطو في المنطق تيقول لك دازت ايرا، هادشي هذا ما يمكنش، واحد الإله ضعيف يلتجئ للسيف في العود ما يستعمل المنطق. أنا كنظن إلا جبتي واحد الإيديولوجية زوينة وكتنفع الإنسانية، ما كنظنش شي واحد بحال جبتي شي قانون كتستافد منه الإنسانية، ما كنظنش شي واحد غادي يكون ضد هذاك القانون. ولكن الإله فاش جاب واحد القانون ما عجبش الإنسانية قال لي اوكي غادي نجيبو لكم بالسيف، بحال هذا الايمان به شي حاجه كبيره، شي اتشيفمنت، شي تحقيق واعر. داكشي خذوا الاخوان المايك. شكرا.